نرحب سوية عبر السكايب معنا هنا بفخري، نعم الأستاذ فخري أبو دياب الناطق باسم لجنة الدفاع عن أراضي القدس. نرحب بك، أهلا وسهلا بك معنا وصباح الخيرات. صباح النور، حياكم الله. أهلا. يعني بداية دعنا معك نتعرف على حي البستان في طبعا في سلوان وأهمية موقعه بالنسبة للمسجد الأقصى. نعم، يعني حي البستان هو من الأحياء المهددة للعلم. هذا بيت الذي أجلس فيه الآن، وهذا البيت مهدد، هذا البيت الذي ولدت فيه، رائحة والدتي ما زالت في هذا البيت، والاحتلال يدعي أننا يعني لم نحصل على تراخيص، وللعلم بيتي بني قبل حتى الاحتلال، فلذلك يعني نحن لسنا بحاجة لتراخيص من الاحتلال، بما أن الاحتلال احتلنا بعد حتى بناء بيوتنا. ولكن هذا الاحتلال الذي يحاول أن ينغص الحياة علينا، بالأمس على بعد أمتار من منزلي مجد بربر الذي اعتقله الاحتلال لكسر شوكة ومعنويات وفرحة العائلة، ولذلك اعتقله. وهنا يريدنا الاحتلال إما أن نكون في السجون أو بدون منازل خارج القدس أو أن نكون تحت الأرض، ولكن هيهات، يعني هذه أرضنا، هذه بلادنا، نحن أصحاب الحق وسنبقى يعني في أراضينا حتى لو يعني هدم منازلنا الاحتلال، سأبقى أنا وأولادي وزوجتي تحت الزيتون، تحت التين. حي البستان هذا الحي الملاصق للمسجد الأقصى من الناحية الجنوبية يمتد على 70 ضمم، أكثر من 1550 نسمة. للعلم 63% من سكان حي البستان هم أطفال. هذا الحي الاحتلال يريد أولا تصفية وجودنا وطردنا وبوسائل وافتراءات شتى. ويريد أن يقيم في هذا الحي ما يسمى بحديقة توراتية، هناك 7 حدائق توراتية يعمل عليها الاحتلال لإحكام يعني الغلاف حول المسجد الأقصى والبلد القديمة بسوار من ما يسمى بالحدائق التوراتية، لأنه يريد أن يثبت يعني حقية الاحتلال ووجوده بهذه المنطقة بتزوير التاريخ. وما هي يعني الحدائق التوراتية؟ هي مجرد أماكن يدعي الاحتلال أن اليهود قبل 3000 عام كانوا بها، ولذلك يريد أن يعيد القدس حسب مشروع يسمى أورشليم حسب الوصف التوراتي حسب زعمهم. ولذلك يحيط المعالم العربية إن كانت مسيحية أو إسلامية بسوار من هذه الحدائق التوراتية، وما يريد أن يصنعه من تاريخ مزور لترويج روايات مضللة وغسل أدمغة العالم. وللعلم الاحتلال يدعي في هذا الموقع الذي أنا أسكن فيه وأعيش فيه من حي البستان، والذي تسلمت أوامر هدم أنا وكل الحي، ادعى أنه قبل 3000 عام كان الملك داود يتجول في هذا الحي. أنا لا أعلم كيف علموا أنه كان يتجول هنا. وللعلم إن كان الملك داود وهو نبي الله في هذا الحي، فأنا من أحفاد النبي داود. النبي داود بالنسبة لي هو يعني نبي من أنبياء الله كأي نبي وكمحمد، ولذلك يعني هذا تاريخي وهذا أرضي وهذه مدينتي. ولكن الاحتلال لأسباب سياسية يريد أن يضفي عليها أيديولوجيا وأفكار لدفعنا الرحيل ولترويج روايات مضللة. للعلم يعني في القدس بشكل عام أصدر الاحتلال أكثر من 22 ألف أمر هدم للمقدسيين، لأنه يريد طردنا وإيجاد خلل في التوازن الديموغرافي لصالح المستوطنين على بعد أمتار من منزلي. أعطى الاحتلال للمستوطنين بناء بدون ترخيص، وحتى يعني في أماكن كان يمنعنا من التواجد بادعاء أنها مناطق أثرية، ولكن هذا الاحتلال الذي يفصل القوانين على مقاس المستوطنين وعلى مقاس مشاريع التهويدية يريد أن يغير الواقع ويفرض واقع جديد بعد أن يقوم بإبعادنا وطردنا وإحلال المستوطنين في هذه المنطقة. طيب أستاذ فخري، خلينا نتعرف معك أكثر على حي البستان. مثلا الاحتلال كم بيت يعني أو كم منزل سيهدم إذا تم تنفيذ هذا مخططه؟ وأيضا كما نعلم أنه تم هدم ما يقارب 10 منازل، فأخبرنا بالتفاصيل. نعم، يعني حي البستان به 100 وحدة، الوحدة قد تكون شقة أو أكثر، يعني بعض المنازل أو الوحدات السكنية من 100 اللي تسلمت أوامر هدم بها 4-5 شقق يعيش بها أكثر من 50 نفر. والاحتلال أعطى أوامر هدم لكل هذه المنازل بالبداية بادعاء أنها يعني بدون ترخيص، وللعلم يعني بعد هذا الادعاء
أقام يعني نتيجة ضغط جماهيري ودبلوماسي وقانوني، اتفق المحامي الذي يترافع عن حي البستان مع بلدية الاحتلال بإعادة ترخيص هذه المباني، وخاصة أن كثير منها قبل 67 وحتى بعضها قبل 48. فوافق الاحتلال وأعطانا شروط صعبة جدا، 13 شرط ليس من السهل تنفيذها، ولكن جهد وأموال باهظة بوجود مهندسين ومخططين. لبينا كل متطلبات بلدية الاحتلال باستصدار تراخيص، وهنا كانت المفاجأة للاحتلال وبلدية الاحتلال، أنه بعد أن وجد أننا لبينا كل هذه المطالب، وللعلم كانت الاتفاقية بضمانات دولية ومؤسسات حقوق إنسان وبعض يعني مكاتب هيئة الأمم المتحدة، فتنصل الاحتلال من كل هذه الوعود التي أعطانا إياها، وكنا نعلم ذلك مسبقا لأن الاحتلال يعني يريد تصميت وجودنا وطردنا وليس يعني إعطانا هذا المجال في البناء. وأمر المحاكم بإعادة أوامر الهدم، وأصبحت كل منازلنا مهددة للهدم. للعلم يعني الآن أنا ربما الجرافات ستأتي لهدم منزلي وهدم منزل المجاورين، إن لم يكن هذا اليوم غدا أو بعد غد أو بعد أيام أصبحنا مهددين، نعيش في قلق في خوف في تخوف، ونقول أين هو القانون الدولي؟ أين هو المجتمع الدولي؟ هذا حقنا في الوجود. أنا عام 1962 ولدت في هذا المنزل ولكنه كان أصغر، ومن ثم رائحة والدتي، حياتي ماضي، حياة أبنائي، هدم منزل يعني هدم أسرة، هدم عائلة، هدم مستقبل، وهذا يعني ما يريد الاحتلال، لأن الاحتلال يعتمد على قانون القوة، والعالم للأسف صامت، وعالمنا العربي هناك تراخي في دعمنا ودعم صمودنا وتمكيننا، ولكن سنبقى يعني حتى لو أدت الضريبة إلى أن يتم اعتقالنا، هدم منازلنا، سنبقى في أراضينا للحفاظ على هويتنا، للحفاظ على قدسنا، على أراضينا وعلى منازلنا على الأقل، أو على أراضينا إن لم نستطع الحفاظ على بيوتنا. طب احكي لنا عن القصص، المشاهد اللي ممكن نحن ما بنعرفها فعليا من المعاناة اللي بتعانوها. مثلا بيجي لعندكم الاحتلال بيحكي لكم انتم خلال هالكم يوم رح تخرجوا من هذا المنزل، كيف بتتعاملوا، كيف يكون ردة فعلهم؟ احكي لنا اكثر عن هاي القصص، خلينا نعرفها منك لربما يكون في دعم اكبر. نعم، سأتحدث عن عندما جاء الاحتلال لتسليم امر هدم. نعم، طبعا هو فرض علينا مبالغ طائلة، عشرات ألوف الشواكل، أي نتحدث عن آلاف الدولارات الأمريكية لما يسمى بمخالفة البناء، ولكن هو لقهرنا وضغط اقتصادي أيضا ولدفعنا للابتعاد والرحيل. على في الخارج يوجد جدار حول منزلي وهناك باب، ففي ساعات الصباح الباكر كان هناك طرق شديد على الباب، وكان شرطة الاحتلال مدججين بالأسلحة ويلبسون لباس وكأنهم يعني ذهبوا إلى الحرب. نعم. وكان معهم موظفين من بلدية الاحتلال، فهذا الطرق أدى إلى كسر. كان في البداية في منزلي في الباب الخارجي هناك زجاج للشباك، وطبعا بعد كسره وضعت حديد لأنهم عاودوا المجيء، كسروا النوافذ أو الزجاج في هذه النوافذ، ومن ثم نتيجة الضغط، وطبعا تخيل أن أولادي وأطفالي وأحفادي علموا أن هناك اقتحام للمنزل، وطبعا أجبرت على فتح المنزل، وتم محاصرة المنزل وطلب ما يسمى بالبطاقة هويتي ووضعي في هذه الزاوية، وزوجتي كانت في الزاوية الأخرى، وكأننا مجرمين لا أعلم، يعني حتى المجرم يعامل بمعاملة معينة حتى تثبت إدانته، ورغم أننا يعني ذنبنا الوحيد أننا في بلدنا وفي منازلنا. نعم. تم طبعا تسليم أمر هدم بأنه يعني هذا المنزل غير قانوني، وهو يمثل كما كتب باللغة العبرية في قد بني على أرض تمثل إرث حضاري وتاريخي للشعب اليهودي، وهي طبعا يعني يؤثر على سياسات دولة إسرائيل. هذا كان النص، وتم طبعا توقيعي حيث أنني أنا أكتب باليد اليسرى، نتيجة ربط يدي باليمين تم توقيعي باليد الأخرى، وكان بإمكانهم أن يرسلوا ذلك بالبريد أو يضعوها على المنزل، ولكن لقهرنا وإذلالنا وتوصيل رسالة، إما أن تخرج من المنزل وتذهب خارج القدس أو تقبل بالهدم،
طبعا هناك كثير من المجاورين للعلم، بعض احفادي حتى الان يعني منذ مده طويله عندما تسلمنا امر الهدم بهذه الطريقه، نعم حتى الان يعني هناك اثار نفسيه ربما لا استطيع حتى وصفها بالكلام. بعض المجاورين عندما تم اقتحام المنزل، هناك جار على بعد عده امتار، اقتحمت قوات الاحتلال المنزل، وكان يعني يوم عمل، الرجل في مكان عمله والزوجة خرجت إلى أسواق البلد القديم للتسوق، نعم فلم يكن إلا هناك أطفال، ولم يستطيع أطفال من الخوف لم يفتحوا الباب لأنهم يعني سمعوا طرقات قوية. قفزت شرطة الاحتلال عن الجدار على ارتفاع متر أو مترين ودخلوا على الأطفال، وتخيلي أطفال بين 4 سنوات حتى 7 سنوات يقتحم منزلهم من قبل قوات الاحتلال ليس لشيء إلا لتسليم هؤلاء أمر هدم. نعم وطبعا الطفل، هؤلاء الأطفال لا يفهمون ما يريدون هؤلاء، وحتى لو كانوا يفهمون هذا المنظر يعني صعب، يعني صحيح تخيل هذا المنظر ليس سهلا. صحيح وللعلم يعني النتائج حتى الآن، هؤلاء الأطفال، هناك طفلة تسمى زينة، حتى الآن حتى النطق، وكانت يعني تنطق وتتحدث بشكل جيد، لا حول حتى ولا الآن قوة هناك تأتأة، ويعني في الليل للآثار النفسية طبعا. نعم، يعني ربما هذه الآثار لا يراها العالم ولا يعلم مدى معاناتنا لا، حتى يتم رغم هدم هذا الشيء منازلنا. كمان يروج نفسه على أنه يتعامل إنسانيا مع الفلسطينيين، هو هذا الشيء المحزن والغريب في آن واحد صراحة. يعني من حي صمودكم، وأنا حابة تحكي لي أكثر، يعني مثلا تحكي لي ما هو حال مثلا الفلسطينيين اللي تم تهجيرهم من بيوتهم، لوين راحوا، شو هو حالهم، احكي لنا. نعم، بداية عندما يعني أولا الاحتلال لا يعطينا إمكانية التراخيص، ففي هذه المنطقة القريبة من المسجد الأقصى، رغم أن الاحتلال يسمن المستوطنات ويعطي إمكانية البناء للمستوطنين منذ عام 67 حتى اليوم، لم يسمح لنا بالبناء لغرفة واحدة رغم الحاجة الطبيعية للبناء ورغم أنها أراضينا، ولكن لوجود سياسة عدم إعطاء تراخيص لتقليل عدد السكان الفلسطينيين ولدفعنا للبحث عن أماكن خارج القدس للبناء. نعم يتم إعطاء أمر يسمى أمر قضائي، عفوا أمر إداري بالهدم، وقد يهدم في خلال الفترة، وقد يترافع الإنسان لدى محاكم الاحتلال، ولكن هذه المحاكم هي جزء من المنظومة الاحتلالية التي لم ولن تنصفنا. يتم فرض غرامات بمبالغ طائلة جدا، نتحدث عن عشرات ألوف الدولارات فقط كغرامات ما يسمى بالبناء غير المرخص، وهو ضغط اقتصادي يضطر الإنسان المقدسي لدفع هذه المخالفات. ومن ثم عندما يأتي الهدم، نعم أولا يعطى فترة للهدم الذاتي، وإن لم يقم الإنسان بهدم منزله، وهي أيضا معاناة مضاعفة عندما يقوم الإنسان بهدم منزله أمام أطفاله وأمام زوجته، تقوم الجرافات بالهدم، وبعد الهدم أولا يصبح بدون مأوى، ثانيا ثمن هذه الحملة التي تكلف أيضا آلاف، عشرات ألوف الشواكل، أيضا نتحدث عن آلاف الدولارات، ربما 20 إلى 25 ألف دولار ثمن حتى الهدم، أن يصبح مديون بداية بما دفعه، ثاني من غرامات ومخالفات وثمن المنزل، نعم ثانيا حتى هذا الهدم يدفع ثمنه ويصبح مشرد في الشوارع. حقيقة يعني هذه المعاناة صعب وصفها بالجمل صحيح. والحديث، طب هن الاحتلال لأنها هو اللي معاناة. بيختار الأماكن أو المناطق اللي يجب يسكنوها الفلسطينيين مثلا؟ للعلم 87% من أرض القدس تم مصادرتها ويمنع البناء بها مطلقا، فالمتبقي يستعملها الاحتلال إما مرافق عامة أو شوارع التفافية أو حتى يعني يكون قد بنيت مسبقا. فلذلك يعني لا يوجد في منطقة تسمى الحوض المقدس، وهي من نعم الشيخ جراح، البلدة القديمة، حتى منطقة سلوان، يمنع منعا باتا حتى الترميم وليس البناء. ولذلك يعني أين نذهب؟ هو يريد أن يدفعنا للرحيل، ويخصص الاحتلال مناطق بعيدة للبناء، وهذه المناطق أصلا هي لدفعنا للهجرة والابتعاد، نعم ومناطق يعني لماذا أغادر منطقتي وبلدي، هنا وجدت وهنا ولدت وهنا أجدادي وهذه أرضي. صحيح. ولكن الاحتلال طبعا هي سياسة قهر، سياسة طرد، سياسة دفع الناس للرحيل والابتعاد عن طريق الإذلال ومحاولة كسر معنوياتهم وشوكتهم، نعم لأن الاحتلال يريد
في محيط البلد القديم والمسجد الأقصى، تفويغ هذه المنطقة وإيجاد خارطة وبائية إنجازة التسمية من المستوطنين والمستوطنات في هذه المنطقة. طيب، قرار الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل في حي البستان ليس بجديد، من سنوات عدة بطبيعة الحال، لكن هذا تم تأجيله أو تم إلغائه، تم تأجيله كما نشاهد يعني. طيب، هل برأيك مثلا الحراك الشعبي اللي صار في حي البستان أو في القدس المحتلة أيضا من قبل فلسطين ممكن أنه يؤثر حتى يتم إلغاء هذا القرار أم ماذا؟ نعم، يعني نتيجة الضغط والحراك الجماهيري وأيضا الضغط الدبلوماسي والدولي تم التجميد، ولكن واضح أن التجميد كان لأسباب عند البلدية، أنها كانت تنتظر ربما تغير الظروف الدولية أو الإقليمية، والآن هي فرصة ذهبية للاحتلال، التراخي في الدعم من العالم العربي، العالم منشغل بجائحة الكورونا، كثير من الأمور التي يريدها الاحتلال، ولذلك ولم يلغي ولكنه جمد، وكان التجميد لأوقات مناسبة يرتئيها الاحتلال. أظن أننا أيضا يعني كل المسارات التي يعني كانت الآن لا نستطيع يعني غير الحراك الجماهيري، وأظن أن الاحتلال الآن حتى الحراك الجماهيري يريد أن يعني ينفذ هذا المشروع، لأن كل الدلائل الرسمية والقانونية تدلل على أنهم عازمون على ذلك. نحيي صمودكم من القلب صراحة، نتمنى يا رب فعلا أن صمودكم تبقوا في أراضي فلسطين، فأنتم من تحمون القدس بطبيعة الحال. شكرا لك لوجودك معنا فخري أبو دياب الناطق باسم لجنة الدفاع عن أراضي القدس، شكرا.